القاهرة والناس تعزي الشعب المصري في مصابه الأليم، وتؤكد مع المصريين أن الإرهاب الأسود لن ينال من روح مصر العظيمة. المجد للشهداء، المجد للمصريين. وهذه نشرة إخبارية حزينة، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. الإرهاب الأسود يضرب كنيسة ماري جرجس في بداية أسبوع الألام. الداخلية تعلن عن استشهاد ضابطين وضابطة وأمين شرطة. وتؤكد لا صحة لوقوع تفجيرات أمام الكنائس في المحافظات. محللون: تورط مخابرات عالمية بدليل محاولة اغتيال البابا. رئيس الجمهورية يدعو مجلس الدفاع الوطني للانعقاد. الرئيس: الإرهاب الغادر لن ينال من عزيمة المصريين. الإمام الأكبر: مفجرو الكنيسة من الفئة الباغية. والمفتي: أصبحوا خصوما للنبي عليه الصلاة والسلام. بابا الفاتيكان: أصلي من أجل القتلى والضحايا. إدانات عالمية وأمريكا: نقف مع مصر ضد الإرهاب. وإليكم تفاصيل النشرة. في بداية أسبوع الألام، ومع احتفال المصريين جميعا بأحد الشعانين الذي وافق ذكرى دخول المسيح لأورشليم واستقبال أهلها له حاملين سعف النخيل، فقد ضرب الإرهاب الأسود كنيسة ماري جرجس بطنطا في عملية دنيئة جعلت دم المصريين يختلط بالورود وزينة السعف لتتحول الفرحة القبطية إلى حزن مصري جديد. وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة قبل الساعة الواحدة من ظهر اليوم، ارتفع عدد شهداء حدث كنيسة ماري جرجس إلى 30 شهيدا و 71 مصابا، مؤكدا أن حالات الإصابة والوفاة في تزايد، فيما خرج 13 حالة من المستشفيات بعد تحسن حالتهم وتلقيهم العلاج اللازم بالمستشفيات. وقريبا من الكنيسة تمكنت القوات الأمنية من تفكيك قنبلة عثر عليها في محيط مسجد سيدي عبد الرحيم بقسم ثاني طنطا. وفي الإسكندرية أكد سكرتير البابا توادروس أن انتحاريا فجر نفسه أمام الكنيسة المرقوصية بالإسكندرية، موضحا أن البابا لم يصب بأي أذى نتيجة الانفجار. وأعلنت وزارة الصحة والسكان وفاة 11 مواطنا وإصابة 33 آخرين حتى الآن. وكان مسؤول مركز الإعلام الأمني قد صرح بتصدي أفراد الخدمة الأمنية المعينة لتأمين الكنيسة المرقصية بمنطقة الرمل بالإسكندرية لمحاولة اقتحام أحد العناصر الإرهابية للكنيسة وتفجيرها بواسطة حزام ناسف، وذلك حال تواجد قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية داخلها لرئاسة الصلوات، والذي لم يصب بسوء. وحال ضبط القوات للإرهابي قام بتفجير نفسه بأفراد الخدمة الأمنية خارج الكنيسة، مما أسفر عن استشهاد ضابطين وضابطة وأمين شرطة من قوة مديرية أمن الإسكندرية وعدد من المواطنين جاري حصر أعدادهم، إضافة إلى وقوع العديد من الإصابات. وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية المعنية وقوات الحماية المدنية ورجال المفرقعات لمكان البلاغ لتمشيط المنطقة وتأمينها والوقوف على أبعاد الموقف وحصر الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية. ونفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية صحة ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية حول وقوع تفجيرات أمام كنائس بعدة محافظات، لافتا إلى أن هذه الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلا. وأهاب مسؤول المركز بوسائل الإعلام تحري الدقة حال نشر الأخبار وعدم استقصائها من مصدر غير مسؤول ورسمي لعدم إثارة الرأي العام. هذا وقال محللون أن طبيعة الجريمتين وتسلسلهما يدل على تورط مخابرات عالمية، خاصة أن تفجير المرقصية كان يستهدف اغتيال البابا توادروس بالأساس، مما يدل على توفر المتابعة المعلوماتية لتحركات البابا على الأقل، والذي لا يعلن عادة عن مكان تواجده وتحركاته لأسباب أمنية. لكن صحيفة لو فيغاغو الفرنسية أشارت في معرض استعراضها لحادث التفجير بكنيسة ماري جرجس بطنطا إلى أن الحادث يأتي بعد 4 أشهر فقط من حادث تفجير بإحدى الكنائس الذي أسفر عن مصرع 30 شخصا، كما يأتي الحادث قبيل زيارة الأب فرانسيس بابا الفاتيكان لمصر في نهاية أبريل الحالي. وأوضحت الصحيفة أن مصر ما كادت تبدأ حملاتها الترويجية لاستعادة السياحة العالمية، خاصة عقب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة ومحاولة استعادة السياحة الأمريكية لمصر حتى بدأت التفجيرات. وعقب الجريمة السوداء أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا تليفونيا بالبابا توادروس لتقديم واجب العزاء والتأكيد على أن مثل هذه الحوادث الإرهابية لن تثني الدولة عن مواجهة الجماعات المتطرفة والإرهابية. وتوجه رئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيا الله العزيز القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، مؤكدا أن هذا الإرهاب الغادر إنما يستهدف الوطن بأقباطه ومسنه، ولن ينال أبدا من عزيمة المصريين وإرادتهم الحقيقية في مواجهة قوى الشر،
بل سيزيدهم إصرارا على تخطي المحن والمضي قدما في مسيرتهم لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا مجلس الدفاع الوطني للانعقاد اليوم، ووجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وجميع الأجهزة المعنية بالتحرك لموقع الحادث الإرهابي ورفع تقارير مباشرة له عن تبعيات حادث تفجير كنيسة ماري جرجس بطنطا، مشددا على توجيه الرعاية الكاملة لجميع المصابين. وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد توجه لموقع الجريمة يرافقه وزراء التضامن الاجتماعي والصحة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتنمية المحلية لمتابعة تداعيات الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع صباح اليوم، والاطمئنان على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والإجراءات الخاصة بالتعامل مع الضحايا. وراهن رئيس الوزراء على عزيمة الدولة في القضاء على مثل هذه الأعمال الإرهابية واكتثاث الإرهاب الأسود من جذوره. ونعى مجلس النواب في بيان اليوم الأحد ضحايا الحادثتين الإرهابيتين، مؤكدا أننا أمام إرهاب أسود جهول يستبيح سفك الدماء لإجهاض كل قيمة شريفة وتحويل مصر الكنانة إلى مستنقع من الدماء والأشلاء، وأن الجريمتين ما هما إلا حلقة من حلقات مؤامرة كبرى تحاك للوطن للنيل من تماسك لحمته وأمنه واستقراره، ولكن مثل هذه الأحداث الدامية ستزيد من اصطفاف الشعب المصري خلف قيادته وجيشه الباسل وشرطته الوطنية الذين صدقوا ما عهدوا الله عليه بأن يفتدوا الوطن بأرواحهم الطاهرة وأن يحموا ترابه المقدس، قائلا نحن مطالبون اليوم بأن نرتفع فوق الخلافات والفرقة فلا نكون كالذين تفرقوا واختلفوا فضلوا سبيل، ولتنضم الصفوف ولنوحد الكلمة لنواجه معا هذه الهجمة الشرسة ولنكن جميعا حراسا على أسوار هذا البلد الطيب الذي خصه الله بعنايته. هذا وأدان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابي الخسيس الذي استهدف أرواح الأبرياء الأمين، مؤكدا أنه يمثل جريمة كبرى في حق المصريين جميعا، وأكد أن هذا العمل الإرهابي الجبان لا تقوم به إلا فئة باغية استحلت الأنفس التي حرمها الله وتجردت من مشاعر الرحمة والإنسانية، معرضة عن التعاليم السامحة التي نادت بها جميع الأديان السماوية بل وعن القيم والمبادئ الأخلاقية. وشدد الإمام الأكبر على أن هذا العمل الإجرامي الجبان يؤكد أن الإرهاب اللعين يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصرنا العزيزة ووحدة الشعب المصري، مطالبا بضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالعبث بمصر وأمنها وسلامة أبنائها، وبموقف حاسم وفوري من مرتكبي هذا الحدث الأليم الذي آلم جميع المصريين، مؤكدا تضامنه مع الكنيسة المصرية وثقته الكبيرة في قدرة رجال الأمن على تعقب الجناة وتقديمهم للعدالة النجدة للقصاص منهم. وفي بيان له أذان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بشدة العملية الإرهابية الخسيسة، مؤكدا أن هذا الحادث الأليم مصاب المسلمين والمسيحيين معا، وأننا جميعا مسلمين ومسيحيين في خندق واحد في مواجهة الإرهاب اللعين لأنه يستهدف الجميع دون تفرقة، مشددا على أن مثل هذه الجرائم اللعينة لن تزيدنا إلا قوة وإصرارا على استئصال جذور الإرهاب الأسود. وأوضح مفتي الجمهورية أن جميع الأديان والشرائع السماوية ترفض الاعتداء على الكنائس ودور العبادة، مشددا على أن الاعتداء على الكنائس بالهدم أو التفجير أو قتل من فيها أو ترويع أهلها الآمنين من الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية السامحة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر ذلك العمل بمثابة التعدي على ذمة الله ورسوله. وقال مفتي الجمهورية أن من قاموا بهذا العمل الشنيع أصبحوا خصوما للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعا مفتي الجمهورية المصريين جميعا إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب الأسود الذي يسعى لبث الفتنة الطائفية بين جناحي مصر المسلمين والمسيحيين حتى يضعفوا بناء الوطن ويصلون إلى غايتهم بالوقيعة بين الإخوة من أبناء الشعب المصري الواحد. وأدان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشدة استهداف الكنيستين، قائلا أن استهداف الكنائس كاستهداف المساجد ويجب حمايتها وحماية قصديها كما نحمي مساجدنا وقصديها لأننا شركاء في الوطن والمصير، وأضاف أن يد الغدر والإرهاب لا يمكن أن تفرق بيننا وبين أشقائنا في هذا الوطن الغالي، وعلينا أن نتكاتف لدحر هذا الإرهاب حتى نستأصله من جذوره. ودعا إلى الوقوف صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة الباسلة ورجال الشرطة في معركتنا الوطنية ضد الإرهاب والإرهابيين وقوى الشر والظلام. هذا وأدان البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الهجوم على الكنيسة، وقال البابا في ختام عظته بمناسبة أحد السعف أمام عشرات الألوف في ساحة القديس بطرس: أصلي من أجل القتلى والضحايا، أدعو الرب أن يهدي قلوب من بث الرعب والعنف والقتل وكذلك قلوب من ينتجون ويهربون الأسلحة،
وقدم البابا تعازيه الحار لجميع المصريين ولرئيس الكنيسة القبطية. ومع تواصل الإدانات العالمية وقبل وقوع تفجير المرقصية، أدانت السفارة الأمريكية بالقاهرة الهجوم الإرهابي الشنيع والشائن الذي استهدف المصلين داخل كنيسة ماري جرجس بطنطا في أحد أقدس الأعياد المسيحية. وقالت في بيان لها اليوم الأحد: أننا نتقدم بالتعازي والصلوات لضحايا هذا الهجوم المروع، ونعرب عن خالص تعازينا لأسر الضحايا وأصدقائهم، ونتمنى للمصابين سرعة الشفاء. وأكدت السفارة أن الولايات المتحدة تقف بحزم مع الحكومة والشعب المصري لهزيمة الإرهاب. نهاية النشرة، إلى اللقاء.